السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في درس جديد من دروس المستوى الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. عنوان هذا الدرس جمع الأعداد من 0 إلى 9999، التقنية الاعتيادية. الحصة الأولى، وضعيات البناء. نقل أحد القطارات الرابطة بين مراكش والرباط، ما مجموعه 3975 مسافرا في النصف الأول من شهر ماي و 2864 مسافرا في النصف الثاني من نفس الشهر أي شهر ماي. أحسب عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن هذا القطار من فاتحي إلى متم شهر ماي. إذا لدي قطار، هذا القطار هو يربط بين مدينتين، مدينة مراكش ومدينة الرباط. إذا في النصف الأول من شهر ماي، في النصف الأول نقل 3975 مسافرا، وفي النصف الثاني من شهر ماي نقل 2864. إذن المطلوب هو حساب عدد المسافرين الذين نقلهم هذا القطار طيلة شهر ماي. إذن ما هي العملية التي سنقوم بها؟ إنها عملية الجمع. إذن 2864 زائد 3975. إذن 4 زائد 5 تساوي 9، ثم 6 زائد 7 تساوي 13. أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. ثم 8 زائد 1 9 زائد 9 تساوي 18. أكتب 8 وأحتفظ بالواحد. ثم 2 زائد 1 3، 3 زائد 3 تساوي 6. إذن 2864 زائد 3975 تساوي 6839. إذن الجواب الذي يمكن أن نكتبه، عدد المسافرين على متن هذا القطار طيلة شهر ماي هو 6839 مسافرا. أتأكد من صحة وضع العمليات التالية وأنجز العمليات التي وضعت بشكل صحيح. إذن لدي مجموعة من العمليات، إذن سنتأكد من الوضع الصحيح لكل عملية وننجز العمليات التي وضعت بشكل صحيح. إذن نبدأ بالعملية الأولى. لاحظوا جيدا، 6274 زائد 147، وحدات هذا العدد هو 4 ووحدات هذا العدد هو 7. إذن 4 لم توضع تحت أسفل السبعة، إذن وحدات، ليس هناك وحدات أسفل وحدات. إذن هذه العملية خاطئة، وضعت بشكل خاطئ. ثم ننتقل إلى العملية الثانية، وحدات أسفل وحدات، عشرات أسفل عشرات، ثم مئات أسفل مئات، ثم آلاف أسفل آلاف. إذن هذه العملية صحيح. ثم هنا وحدات هذا العدد 3، وحدات هذا العدد هو 7. إذن 3 7، إذن لم يتم وضع الوحدات أسفل الوحدات. إذن هذا الوضع وضع خاطئ. ثم في الأخير لدي 4 وحدات أسفل وحدات، عشرات أسفل عشرات، مئات أسفل مئات، ثم الآلاف أسفل الآلاف. إذن هذا الوضع صحيح. إذن نبدأ بإنجاز الوضع الأول الصحيح. إذن 1 زائد 7 تساوي 8، ثم 8 زائد 8 16. أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. 5 زائد 1 6، 6 زائد 6 تساوي 12.
أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. 4 زائد 1 5، 5 زائد 2 تساوي 7. إذن 4581 زائد 2687 تساوي 7268. ننتقل إلى العملية الأخيرة، هي 7864 زائد 544. إذن 4 زائد 4 تساوي 8، ثم 6 زائد 4 تساوي 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 8 زائد 1 9، 9 زائد 5 تساوي 14. أكتب الأربعة وأحتفظ بالواحد. 7 زائد 1 تساوي 8. إذن 7864 زائد 544 تساوي 8408. لنبحث جميعا. طلبت الأستاذة زينب من تلامذتها إنجاز العملية التالية: 2047 زائد 4798 زائد 295، وكانت أجوبتهم كالتالي. إذن هذا جواب محمد ياسين، وهذا جواب سامي، وهذا جواب آية. إذن أولا ألف لنضع وننجز هذه العملية. إذن سنضع هذه العملية عموديا وننجزها، ثم لنحدد من إجابته صحيحة. من أجاب بشكل صحيح على هذه العملية، هل هو محمد ياسين أو سامي أو آية؟ ثم لنحدد نوع الأخطاء المرتكبة من طرف التلميذين الآخرين. التلميذين اللذين لم يجيبا على العملية بشكل صحيح، ما هي الأخطاء التي ارتكباها خلال إنجاز العملية؟ إذن نبدأ بإنجاز العملية. إذن 2047 زائد 4798 زائد 295، إذن تساوي 7 زائد 8 تساوي 15، زائد 5 تساوي 20. أكتب الصفر وأحتفظ بالاثنان. 4 زائد 2 تساوي 6، 6 زائد 9 تساوي 15، 15 زائد 9 تساوي 24. أكتب الأربعة وأحتفظ بالاثنان. 0 زائد 2 تساوي 2، 2 زائد 7 تساوي 9، 9 زائد 2 تساوي 11. إذن سأكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 2 3، 3 زائد 4 تساوي 7. إذن تحصلت على 7140. إذن من هو التلميذ الذي تحصل على نفس النتيجة؟ هو محمد ياسين. إذن من التلميذ الذي إجابته صحيحة؟ هو التلميذ محمد ياسين. إذن لنبحث عن نوع الأخطاء التي ارتكبها سامي والتي ارتكبتها آية. إذن لاحظوا أن سامي 7 زائد 8 زائد 5 تساوي 20، إذن كتب 20 ولم يحتفظ بالاثنان، إذن هذا خطأ في الاحتفاظ. ثم آية 7 زائد 8 زائد 0، إذن لاحظوا أن 295 أضافت لها 0، فتغير هذا العدد إلى 2950. إذن هنا خطأ في وضع العملية، وخصوصا في العدد الأخير الذي هو 295. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.